في فرنسا لا تزال عملية سان دوني التي قامت بها الشرطة الأربعاء تمثل الحدث الأبرز في البلاد عقب الهجمات الإرهابية التي استهدفت عدة مواقع ليلة الجمعة الماضية. وقد تداولت العديد من وسائل الإعلام صورة الفتاة التي قامت بتفجير نفسها خلال العملية المداهمة، وهي حسناء آية أبو الحسن، وهي ابنة خالتي البلجيكي ذو الأصول المغربية عبد الحميد أبا عودة المشتبه به الأول في التدبير لهجمات باريس الإرهابية. حسنة التي تعد أول امرأة فجرت نفسها في فرنسا وغرب أوروبا، نقلت الشرطة الفرنسية تسجيلات لمحادثة معها قبل قيامها بتفجير نفسها. الشرطة سألتها عن صديقها أبو عود فأجابت بأنه ليس صديقها وقامت بتفجير نفسها على الفور. في منطقة جروتسلاد القريبة من الحدود الألمانية عاش والد حسنة لسنوات طويلة، السكان هناك لا يزالون يتذكرونها. تقول هذه السيدة: لقد قال لي أصدقائي على الفيسبوك أنها كانت ترتدي لباسا كالأوروبيين وتضع المكياج وتذهب إلى نوادي الليلية، بما أشار آخرون إلى أنها كانت قد عبرت عن إعجابها بحياة بومادين وهي صديقة أحمد حمدي كوليبالي المتورط بتنفيذ هجمات شارلي إبدو في باريس، حياة كانت قد اختفت عن الأنظار عقب التفجيرات.